وندي لك الامان تفتكر وحصاني. دياب ما يسلمش ابدا. لا هيسلم، ابو زيد ما حدش يقدر عليه. دياب ابن غانم هو البطل وهيغلب. يعني هيغلب؟ بقول الله ابو زيد هو اللي غالب. العاش عند الليلاد يا عم يا شاعر، خليك مع دياب. النص ريال اللي حنت اهو، بس ابو زيد هو اللي يغلب. خد النص ريال اهو. قال الراوي: يا سادة يا كرام، اللهم صل على الهادي شفيع الالام. عندما وصل الامير ابو زيد الهمام الى تونس الغرب، وتقابل بالامير علام، وانا وانتم نصلي على النبي باهي الجمال. عليه الصلاه والسلام. الليله ليله دياب ابن غانم. لا بقى بالصلاه على النبي، الليله ليله الزنات. وانا بقول دي ليله ابو زيد. ولا يا غنيمه، قول لي بهانه تحضر لي كرسي الدخان. كرسي الدخان بتاع الحاج عبد خالق. من عيني. اقعد يا جولي. يلا يا عم يا شاعر سمعني. ما تاخديني معاك يا ست الحاج. انت عارفه انا رايحه فين يا ولية؟ انا ما اعرفش حاجه غير اللي بتقولها لي. تبقي تتكتبي عشان لما اعوزك هقول لك تعالي معايا. حاضر. انا عبد الله. تعالى يا عبد الله انا جاهز. يلا بينا. صديقه نعمل يا سيدي. قولي لحد ما الغفر يوسع سكري. حاضر. حد خد خبر بالمشوار اللي احنا رايحينه؟ ما حدش يوم، بس لازم واحد من الغفر يجي يمشي معانا. انا قلت ولا نفر. يوم الدنيا ليل والسكة مليانة غاب وهيش مليانين ديابة. لو طلع علينا ديب ابقى تخه. يلا بلاش لكاعك.